إذن أول قاعدة في المتطابقات الهامة هي المتطابقة اللي كل شيء كيعرفها، كل شيء كيعرفها ديال استثناء. مثلا أ ناقص ب أو لا زائد ب استثناء، هذه كلنا كنعرفوها تساوي. اش كتساوي هذه؟ كتساوي أ استثناء زائد اثنان في أ في ب، اثنان أ ب زائد ب أس اثنان. منين جات هذه؟ يعني كيفاش تخرجنا من هذه؟ نخرجوا هذه، نديروا واحد يعني واحد يعني نديروا طريقة منين جات، نمشيو من هذه حتى نوصلوا هذه. إلا مشينا من هنا حتى لهنا كتسمى النشر، مشينا من هنا حتى لهنا كتسمى التعميل. داكشي علاش درنا بجوج النشر والتعميل. نمشيو مثلا أ زائد ب أس اثنان، نمشيو من هنا باش نخرجوا في هذه. اش كتساوي أ زائد ب أس اثنان؟ كتساوي عندنا أس اثنان يعني تعاودت جوج ديال المرات، يعني أ زائد ب جوج ديال المرات، يعني أ زائد ب عامل لأ زائد ب. إلا شفتو هاد أ زائد ب و أ زائد ب غادي تفكروا الدرس اللي درنا ديال النشر. غادي نحاول ننشر دابا هذه باش نشوف فين غادي نخرج. غادي نحاول ننشر هذه تساوي أ في أ هي أ أس اثنان، أ مضروبة في أ تساوي أ أس اثنان، أ في ب زائد أ ب زائد ب في أ هي أني أ في ب. كيف ما قلت لكم قبيلة راه أ في ب هي ب في أ زائد ب في ب هي ب أس اثنان. مزيان أ أس اثنان، هنا عندي أ ب أ ب، أ ب زائد أ ب تساوي اثنان أ ب، يعني جوج جوج ديال أ ب، أ ب زائد أ ب تساوي اثنان أ ب زائد ب أس اثنان. وهذه أ أس اثنان زائد اثنان أ ب زائد ب أس اثنان هي هذه أ أس اثنان زائد اثنان أ ب زائد ب أس اثنان. يعني هنا منين جات؟ منين جات هذه المتطابقة الهامة؟ غادي نعطيو واحد المثال، نعطيو واحد المثال على على هذه المتطابقة هذه. عشان نعطيو واحد المثال، مثلا نعطيو مثال ديال يكون فيه اكس مثلا 2 اكس زائد مثلا زائد 3، 2 اكس زائد 3 تساوي اس 2، عفوا اس 2 تساوي ها هي ا ها هي ب، 2 اكس زائد 3 اس 2 تساوي يعني غادي نديرو هذه 2 اكس اس 2، 2 اكس كل اس 2 زائد 2 أ ب يعني 2 في 2 إكس في 3 زائد 3 أس 2 تساوي 2 إكس أس 2 يعني 4 إكس أس 2 زائد 2 في 2 4، 4 في 3 12، 12 إكس زائد 3 في 3 اللي هي 3 أس 2 اللي هي 9. واش ممكن نجمع شي حاجه هنا؟ ما يمكنش، حيت شدني عندي هنا اكس اس 2، عندي هنا اكس وما عندي هنا حتى حاجه، ما كاينش شي عدد اللي ممكن نجمعه هنا. هذا هو المثال ديال هاد المتطابقه هذه. المتطابقه الثانيه اللي هي بحال هذا الشكل تقريبا ولكن تختلف في الاشاره. كيف ما قلت لكم قبيله عندي ا ناقص ب أس اثنان تساوي، هي كتساوي نفس الحاجة تغيير فقط في الإشارة، أ أس اثنان ناقص اثنان أ ب زائد ب أس اثنان. يعني إلا بغينا نعرفو منين جات حتى هذه غادي نديرو نفس الطريقة اللي درنا قبيلة لهذه، غادي نديرو أ ناقص ب عامل لي أ ناقص ب وغادي نديرو النشر، عامل لكل عامل حتى نخرجو في هاد المتطابقة هذه، سهلة بلا ما نديروها. إذا غادي نحاولو نديرو واحد المثال آخر
واحد مثال اخر في هذه. كل حاجه غنديروا فيها مثال باش نحاولوا نفهموا اكثر. غنديروا مثلا مثلا اكس، مثلا اكس ناقص 2 اس 2، اكس ناقص 2 اس 2 تساوي اكس اس 2 ناقص 2 في اكس في 2، يعني 2 في 2 اكس. شتي داكشي اللي قلت لكم قبيله، راه ولات ولات اكس بحال 2، يعني الا ولفتي دير مضروبه غادي يولي غادي يوليو يتخالطوا لك مضروبه مع اكس. تقدر مثلا مع الزربه ومع الحساب خصوصا في الامتحان تحسب 2 مع اكس وغادي تولي واحد، يعني 2 في 2 اكس زائد 2 اس 2 اللي هو 4 مزيان تساوي اكس اس 2 ناقص 2 في 2 4 اكس زائد 4. واضح؟ اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 4. الا بغينا نعملو هنا غادي نعملو ب 4، ولكن ماشي هذا هو الغرض. الغرض دابا غير نعرفوا المتطابقات الهامه، وكل متطابقه كيفاش كنخدموها. يعني هذه هي المتطابقه الثانيه وهذا هو المثال ديالها. غادي ندوزو للمتطابقه الثالثه مع المثال ديالها. المتطابقه الثالثه هي المتطابقه الثالثه هي على شكل هذوك اللي درنا هنا، ا ناقص ب او لا ا زائد ب عامل ل ا ناقص ناقص ب، ا زائد ب عامل ل ا ناقص ب. اش كتساوي هذه؟ غادي نشوفوا اشنو كتساوي. ا زائد ب عامل ل ا ناقص ب تساوي هذه اشنو كتساوي؟ يعني غادي نشروها هنا نشوف واش غتساوي قبل ما نكتبوها ليه. ا زائد ب عامل ل ا ناقص ب تساوي ا في ا، ا اس 2 ا في ب، ا في ب راه عندنا ناقص ناقص ا ب اس ا ب، وهنا غادي نرجعوا لزائد زائد ب في ا، ب في ا هي ا في ب نيت عاد ب، يعني ناقص ب اس 2 مزيان. كيف ما كتشوفوا هنا كل عددين يعني نفس العدد يعني يكون عندهم نفس اشاره مختلفه، مثلا زائد 4 ناقص 4، زائد 4 ناقص 4 هي صفر. نفس الشيء هنا ا ب ا ب، ولكن هذه زائد هذه ناقص، ناقص ا ب زائد ا ب يعني زائد ناقص، هذه هي زائد ناقص. غادي تمشي هذه مع هذه تساوي ا اس 2 ناقص ب اس 2، يعني هذه غادي تساوي لنا ا اس 2 ناقص ب اس 2. غنديروا مثال، مثال على هاد ا اس 2 ناقص ب اس 2. مثلا غادي نعطيو مثلا اكس او لا 2 اكس زائد 1 عامل لي 2 اكس راه زائد هنا عفوا ناقص 2 اكس راه بحال بحال كي درتي لي زائد كي درتي ناقص زائد 1، حيت هذه ا وهذه ا، هذه ب هذه ب، كتختلف غير في الناقص تساوي. يعني الا بغينا نطبقوا هذه مباشره غادي تساوي لنا ا اس 2 اللي هي 2 اكس اس 2 ناقص 1 اس 2. نيشان كتطبق القاعده، ما بغيتيش تطبق القاعده كدير النشر، هذا مع هذا هذا مع هذا هذا مع هذا هذا مع هذا، حيت هاد المتطابقات علاش مديورين اصلا؟ راه غير باش تسهل عليك العمليه منين تكون تدير شي عمليات كبار تتلقى المتطابقات الهامه مباشره كدير الحل ديالها. مثلا لقيتي شي عدد بحال هذا وبغيتي تنشرو، ماشي الله غادي تجي ودير ليه ا زائد ب مضروبه في ا زائد ب وعاد تنشرو عاد تخرج لهذه مباشره. لقيتي ا زائد ب اس 2 غادي دير تساوي وتحط هذه، يعني تكون عارف تكون عارف اش كتساوي. يعني هذه مازال ما كملناهاش تساوي 2 اس 2 هي 4 اكس اس 2 ناقص 1 ناقص 1، حيت 1 اس 2 تساوي 1.
يعني هذو هما المتطابقات المهمين في المستوى الاعدادي تقريبا. ما بغيناش نديرو اس 3 ونطلعوا الفوق، الا اننا غادي نديرو واحد القضيه ديال النشر والتعميد. مثلا الا بغى يعطيك شي تمرين اللي تكون شي شويه قاصحه. مثلا 25 اكس اس 2 ناقص 4، قال لك عمل لي هاد يعني هاد المعادله هذه او لا هاد العمليه. 25 اكس اس 2 ناقص 4، انت اش غادي دير؟ غادي تحاول تطبق شي وحده في هادو. دائما ملي كتلقى واحد العدد ناقص واحد العدد مباشره كتفكر في هذه، خصوصا الى عندك اس 2 كتفكر كيفاش تخرج هذه، حيت حنا دابا في التعميل. الانتقال من هنا لهنا كيتساوي التعميل، كيساوي التعميل، والانتقال من هنا لهنا هو النشر. دابا بغينا التعميل، قال لك عمل ما يلي. اش غادي دير؟ خاصك تخرج من هذا 25 شي حاجه، يعني خاص يكون عندك ا اس 2 هنا ويكون عندك بي اس 2 هنا. اش غادي نديرو؟ عندي 25 هي 5 اس 2، 5 في 5، الى عندي 5 اس 2، عندي هنا 5 اس 2 وعندي هنا اكس اس 2. على حسب الدرس اللي درنا في يعني في القوى راه غادي تعرف اشنو غادي نديرو. داكشي علاش سبقنا القوى باش نفهموا داكشي اللي جا. 5 اكس اس 2 حيتاش عندك اساس مختلف واس ونفس الاس. اش غادي نديرو؟ كنضربوا الاساس وكنحتفظوا بنفس الاس. 25 اكس اس 2 ناقص هذا 4، الا بغينا نديرو لي اس 2 هي 2 لي اس 2. يعني كيف ما كتشوف هنا عندي ا اس 2 ناقص بي اس 2، حتى هنا عندي ا اس 2 ناقص بي اس 2، بحيث ا يساوي 5 اكس وبي يساوي 2. اش غادي ندير هنا؟ غادي ندير 5، يعني صافي. اش غادي ندير؟ حيت ما الا بغيت نحسبها غادي نخرج في هذا هو التعميل فقط، غنزيد حتى حاجه اخرى، الا انني غادي نرجعها من هنا لهنا. عندي ا اس 2 ناقص بي اس 2 تساوي 5 اكس زائد بي، عامل لي 5 اكس ناقص 2 ا ناقص بي. هذا هو التعميل ديال هذه المعادله هذه. يعني خاصك تكون حافظ جدول الضرب، حيت يقدر يعطيك شي ارقام هنايا اللي يكونوا طالعين شي شويه، وبالتالي غادي يخصك المضاعفات والقواسم. انا خصك تكون عارف القواسم وبالتالي غادي تحصل. يعني غادي نشوفوا شي عمليه اخرى، شي عمليه اخرى مثلا اللي تكون اللي تقدر تستعمل فيها شي وحده بحال هذه. مثلا شي رقم اللي يكون مثلا أربعة إكس مثلا ناقص 12 إكس زائد 9، عمل. قال لك عمل لي هذه، أشنو غادي يخصك دير؟ لقيتيها بحال هكا فيها ناقص وزائد غادي تفكر في هذه، لقيتي فيها زائد وزائد غادي تفكر في هذه، وكلهم بحال اصلا. شنو غادي نديرو حنا؟ غادي نفكروا في هذه، كيفاش غنخرجوا ا ديالنا وبي ديالنا؟ هادشي اللي خاصنا نديرو. اشنو هو ا في هذه الحاله؟ يعني غادي نحاول نفكك الاعداد باش يبان ليا. عندك هنا 4 خاصك، عفوا راه خاص يكون هنا اس 2، ردوا البال. 2 اكس اس 2 حيتاش 2 في 2 تساوي 4 ناقص، الى شفتوا هاد 12 غادي ندير 2 في 2 اكس في 3 زائد، حيتاش 2 في 3 كتساوي 6، 6 في 2 تساوي 12. ها هي هاد 9 هذه غادي ندير 3 اس 2. يعني كيف ما كتشوفوا هنا ا هي 2 اكس، ها هي خرجتها هنا، وبي هي 3، ها هي خرجتها هنا، وهذا 2 هو المعامل اللي تيكون عندي هنا. يعني التعميل ديال هذه اشنو غادي يساوي؟ غادي يساوي ا اس 2، راه لهيه ا غيساوي ا
ناقص عفوا ا هو 2 اكس ناقص ب اللي هو 3 قوس 2. هذا هو التعميل ديال هذه المعادله هذه باستعمال المتطابقات الهامه.